عسلمة مسيو. عسلمة. مرحبا بيك. عايشك. حبيت تحكي معنا شوية على الوضع المعيشي. هل مأثر فيك الوضع مسيو؟ مأثر في الناس كل. أنا نخدم في السوسيال ومأثر في الناس كل. ما عادش مأثر كان في الطبقة الفقيرة وال. لا مأثر في الناس كل. ناس تخدم على كيفها، ناس تبيع على كيفها. لا مراقبة، لا كنترول، لا حتى شيء. قبل كانت الناس أمورها مضبوطة، حتى كي تزاد فرنك في الإذاعة والتلفزة تحط فرنك وإذاعة والتلفزة. توا الناس تحط على كيفها، تعمل على كيفها بلايك. الأسعار متاع نقولوا مثلا الغلال، الخضر، الحاجات مرتفعة شوية. مرتفعة، يعني هل صحيح خاطر الناس مساعات مواطنين يقول لك كل واحد يبيع بسوم؟ هذه صحيحة ولا؟ يبيع بسوم خاطر الهباطة هم اللي ما حارقين السوق. الهباطة حاربين حارقين السوق. مثلا تلقى هوني في الحلفة وين بسوم، تلقى في باب الفلة بسوم، تلقى في علاش؟ قلت لك الهباطة هم اللي حارقين السوم. أنا نحب نبيع ب10، الآخر يحب يبيع ب20. لكن مش معقول. مش معقول بالكل. فما سوم مركز عليه وزارة الصناعة والتجارة يخرج فيك سي من بلاصة لبلاصة. كل حاجة مسعرة. مسعرة. احنا مسيبة. لا مراقب لا مراقب ولا رقيب. لا شيء من سوق الجملة ولا شيء من الواحد. ما فما حتى شيء. فماش باش تقف على الأصل نتاع الأسعار ما تنجمش تقف. كل حد يخدم على كيفه. وانا قاعد نرى فيهم هم يدوروا توا باب الخضرة قاعد نرى فيهم يدوروا بالكنترول بالكل. علاش نسرق ونخطف؟ انا ناخذ بمرضاء الله ونتعدى على روحي. عندك 10% ولا 5% وتعدى على روحك. كيلو برتقال يوصل حتى ل 2500 من دينار تاخذ كيلو برتقال. نخلطوا حتى على زوز كيلو بدينار. حتى كيلو ما خلطناش توا. قبل ناخذوا حتى بالخمسة كيلو. 250 و300 و400 و500 ما عادش الزوالي لاقي بشكل قد ما خبص. قداش تعبي القفه؟ كل ساعه تقضي بالنهار ولا بالجمعه؟ انا نقضي بريسك خضره بالجمعه. اي خضره ديما هكاكا ماذا بيك تكون عندك الخضره في الدار. 35000 انسان متقاعد ويمشي يحطها كل جمعة 35000، خاطي الخبز، خاطي الحليب، خاطي الدنيا، خاطي الكل، ومشي وصل. كانت القفة ب10000 نجم تروح تلقاها معبي. تو ما عادش مش موجودة جملة واحدة. هذا بالنسبة غلاء أسعار المعيشة وكل وكذا. ما عادش إنسان خالط. قداش التكلفة الشهرية نتاع معناها المعيشة؟ متقاعد. لا هوني نحكيه على خضرة وماكلة حليب خبز. توصل. قديش تكلفتك الشهرية تصرف عليها كل شهر؟ أنا ناخذ في ميل. نحط في 6000 كل شهر في الدار. يا رسول الله. مش نكذب بصراحة. وزيدنا حيلي تلقاش عندي كمبيالة، تلقاش عندي كذا، تلقاش عندي كذا. معناها هذاك هو تونسي قاعد يصرف أكثر من شهريته. أكثر من شهريته. بعد يقول منين جبت هذا الكل؟ منين جبتهم الفلوس هذه الكل؟ هو مكرجي مسكين ناسي اللي هو كردة من عند الجزار وياخذ من عند ذاك وياخذ من عند ذاك باش ينجم يعدي روح وتزيد ماجوراسيون تاع البنك اكثر واكثرين. اذا عندك في الروج مشيت تبحرت. المشكله انه كي تستانس بالروج تولي ما عادش نجم تقعد ما عادش نجم تنحي. يا اخي انت وفاتك الفلوس شو تعمل؟ تمشي تمديك الشارع تمشي البنك تاعك خاطر عندك شهريه مستقره تحط في البنك. وساعات يقول لك ما عنديش ما نعطيكش مدير بنك. يقول لك لا ما عادش ما يحبش يمد. رئيس مصحة نتاع البنك يقول لك لا نعدي لك السياج كان نعطوه. كي تتجاوز يعني احنا متجاوزين، احنا التوانسة الكل متجاوزين. التوانسة الكل متجاوزين. هذا نجم نحكي لك عليه. بصراحة. وقتاش مسو هكا الوضع المعيشي ولا يمس في المواطن يعني في قوته؟ 6 سنين التالي. أنا نحكم على روحي متقاعد 6 سنين التالي طارت المعيشة أكثر من لازم. 6 سنين تالي وين باش نوصلوها؟ عندنا وين نوصلوا به؟ عليه هكا؟ علاش قلت لك لا مراقب ولا رقيب ولا حتى حد ولا كنترول ولا حتى شيء؟ هذيك شو وصل للدنيا. كي انت عندك عائله في الدار وتتحكم فيها نفس العمليه انت عندك دوله وعندك ناس يراقبوا ويعملوا يتحكموا فيها. الناس تو مسيبه كل حد هات شي شيتك تصبطك. انا ناخذه كما قلت لك هذوما الناس الاحتكار نتاع الجوسيستيه الكبار ياخذوا بسوم يبيعوا بسوم ما يستقنعش باش يبيع مثلا ناخذ كيلو بطاطا بدينار نبيعه ب 11 100 ما يستقنعش بالمئة.
أنا عندي صاحبي حاج يجيب 6 ترانت 7 ترانت تعود بالشيخ 200 ولا 300 يقول لك ناخذ 11% ونخرجها من 6 ترانت ولا 7 ترانت. مازالت عبادها ما قلت بقلة هذي بقلة ما عادش موجود. الزوالي ليه وربي كام. كيفاش متعايش المواطن اليوم خاصة الزوالي؟ نحبوا نحكي وكان على الزوالي، كيفاش قاعد يتعايش مع الوضع هذا؟ كيفاش تعايش؟ جماعة اللي عندهم 200 دينار اللي عانى القارة ميتين بالضبط مسيو بيه. نقولوا فما عبيد والله العظيم فما عبيد لا 200 دينار ولا خدمة لا حتى شيء. مصيبة هذيك المصيبة. كيفاش عايشين؟ هذيك المصيبة يمشي يخطف عند أولاده ويسرق يخطف باش يوكل أولاده ولا باش يعمل ولا باش يجري. حتى كي تاخذ فرنك ما عندنا ثاني يقول له طوع اعطيني فلوسي. ما توصلش العباد لحد الدرجة هذيا. ما فماش فماش فماش. هذا اللي حبيت نحكي لك عليه. الوضع نتاعنا الاجتماعي ما فيه لا عرق الله ومكروه. والميتين هذوما اللي تحتوا فيه يعطوا فيهم وزارة الشؤون الاجتماعية ما عادش توكل لا تشرب. حطها ماء وضوء. حتى باش نقول لك كري يعني ما تجيش. حطها ماء وضوء وتعدى. 200 دينار يعانى قارة ما تعداش. فلوس اولاد كيف كيف فلوس اولاد باش نحكيك على فلوس اولاد. انا نخدم في وزارة الشؤون الاجتماعية فلوس اولاد من 7000 قلت 3000 19000 في الشهر. وش يحطهم في الكوش في الحليب في ايش يحطهم؟ مازلنا لحد الدرجه هذه فلوس اولاد 19000 ويقولوا طفوله وان طفوله وما طفوله. كيف مسوك جيت تحسبها يعني منحه 200 دينار وكيلو بنان ب 16000 وحكه طماطم ب 5000 دبوز زيت 21000. قلنا لك ال 200 دينار هذوما ما عادش يعيشوا جمله واحده. يعني قاره ما عادش تعيش. يعني قاره تعطيه 200 دينار هو الرئيس الله يرحمه والديه سمعنا باش يرفع فيه باش يردها 300000. سمعنا في وزارة الشؤون الاجتماعية باش تولي 300000 لكن ما سماش مازلت واقف. خاطر احنا لا نخدموا لا ندوروا ولا نعملوا حتى شيء. اللي يشد والي يشد بيروه ما يدورش يعمل دوره قبل ما يقعد في بيروه. لا يقعد في بيروه ويجيبك النصاصه وكزايد وعمر مش بعينيك. في فرنسا ناس تقوم وتمشي قبل ما يقعد في الكرسي نتاعو يدور البلاد ويشوف المنطقه نتاعو واش فيها وما فيهاش. احنا هنا ما ندوروش. حطوني مسؤول لازمني نقوم بواجبي. خلي مسؤوليه في وزير. اش يعمل سيد الوزير؟ اش يعمل سيد الوزير؟ اش يعمل سيد الوالي؟ اش يعمل سيد المعتمد؟ هذوما الناس اللي يحبوا يهزوا البلاد. اذا ما هذوما ما هزوش البلاد البلاد مشيت. كش انا رئيس دوله نقعد لاهي بفلان وفلتان ولا نمشي المعمل فولاد ولا نمشي كذا ولا نمشي كذا. هذا شهبط البلاد والتيفيا مش مش قاعده الناس تخلص. الدولة بلاش أداءات وبلاش أداءات قارة ما تعيش. خلي لك الكلمة الأخرى مسيو. الكلمة الأخرى إن شاء الله ربي ينوب علينا بالنسبة للزوالي وطريق الحال وسيد رئيس الدولة يلتفت للحاشية نتاعو إذا ما تخدم قبل الناس الأخرى. إذا كان ما تخدمش الحاشية نتاعو هو ما يخدمش راهو. خدمت أنا مع وزراء ومع كذا إذا ما عندوش حاشية تحته راهو ما يعمل شيء في الوزارة. ساعات يقعد حتى بالشرع عامين ويمشي على روحه. علاش؟ خاطر الحاشيه اللي تحته ما تخدمش. يخدم ما يخدم كان بالحاشيه مع جنبه يعيشك.